السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة المرحلة الثالثة. إن شاء الله اليوم معانا محاضرة رقم 5 ضمن مادة الاقتصاد الهندسي اللي عنوانها Nominal and Effective Interest Rate اللي هي الفائدة الإسمية والفائدة المؤثرة. يمتى أنا أقول على هذه الفائدة الإضافة إلى مبلغ معين فائدة إسمية وأقول عليها فائدة مؤثرة. إذا كان معدل الفائدة Rate of Interest ينضاف كل سنة، يعني بالسنة مرة واحدة، فهذه الفائدة يسمونها فائدة اسمية. لكن عندما هاي الفائدة تتنفذ مثلا كل شهر، كل شهرين، كل 6 أشهر، كل نصف سنة، تمام عيني، فهاي الفائدة يعني تنضاف على أساس اعتبارات معينة، مثلا كل ما زاد مبلغ رأس المال غيرها، فهذه الفائدة هنا تسمى بالفائدة المؤثرة الـ Effective Interest Rate، تمام عيني. إذا ركبت الفائدة عدة مرات يعني تي من الزمن في السنة الواحدة ومعدل الفائدة الاسمي اللي هو اي سمول، فإن الفائدة راح تكون بهذا المقدار اللي هي اس كابيتال. شو يساوي لنا هاي الفائدة المركبة، الفائدة او القيمة المستقبلية المركبة شو يساوي لنا؟ هنا يؤخذ على نظر الاعتبار بي يساوي لنا 1. هذا القانون يكتب ضمن القوانين اللي تدخل وياكم، 1 زائد اي على تي للاس تي، التي هو الزمن، والزمن هنا يكون من اصل السنة، هسه نتعلم شلون نحوله. هنا نجي بالضبط، هذا هنا القيمة الاي، هاي الفائدة الاسمية، تمام عيني، هاي عدد فترات الفائدة، ايش قد فتراتها، نطبق عليها القانون، تمام عيني. فالفائدة المؤثرة شلون اني احسبها؟ هسان لحد الان المستقبلية، الفائدة المؤثرة هي اس ناقص بي، وهذا القانون اتوقع اول محاضرة اخذناها ضمن الاقتصاد الهندسي ذكرنا هذا القانون. عندما تكون قيمة الفائدة المؤثرة يعني ما تكون عندك فائدة مؤثرة، البي ايش قد ناخذه؟ 1. فالاي افكتيف ايش دائما؟ اي الافكتيف يقصد بيها الريت اوف انترست الافكتيف، اس ناقص 1 باعتبار قيمة البي يساوي لنا 1. هسه راح ناخذ مثال، بالمناسبة الموضوع جدا بسيط وهنا بي بس ذني القانونين. استثمر مبلغ مقداره ايش قد؟ $1000 بمعدل فائدة 4، وفي 1/4 يعني وكأنه 4 وربع أو 0.25، يتركب سنويا. أوجد المبلغ الكلي في نهاية السنة نهاية ال10 سنوات، ثم أوجد مقدار الفائدة المتحققة وما هي نوع هذه الفائدة. أول شيء البي نوت عندك، لو ما عندك، عندك البي نوت لا يساوي 1، تمام عيني. والفائدة شلون تتركب؟ كلش قد اقراها، انوال سنويا. فاذا تركبت الفائده سنويا يعني شنو معناها؟ يعني معناها انه هاي الفائده فائده اسميه مو فائده مؤثره. احنا قلنا باول منطوق لهذا انه الفائده الاسميه تتركب كل سنه، لكن الفائده المؤثره كل شهر او 3 اشهر. فاول شيء اول اجابه تقول الفائده فائده سنويه، ليش؟ لان معدل الفائده يتركب سنويا. نجي قيمة البي منطقية الأولي، اي نعم منطقية، شو يريد من عندك؟ او يريد من عندك المبلغ الكلي، يعني وكأنه الاس او الاس اللي نهاية ال10 سنوات، ويريد من عندك مقدار الفائدة. اول شيء يا قانون يربط لك العلاقة بين الاس والبي، بما انه الفائدة هنا تعتبر فائدة اسمية، ترجع على قوانين اول محاضرة. القانون شو يقول؟ دائما ناخذ احنا الفائدة اذا لم يحدد نوع الفائدة، ايش ناخذها؟ فائدة بسيطة مو صح؟ فش راح ناخذ هنا؟ اس يساوي لنا بي 1 زائد اي اس ان، فالبي عندك والاي الاسمية عندك والان 10 سنوات طلعتها. بعدين شو يريد من عندك؟ يريد من عندك اوجد مقدار الفائدة المتحققة. هنا ايش تعتبر الفائدة المتحققة؟ هي عبارة عن فائدة اسمية. القانون شو يقول ايضا بالمحاضرة الاولى؟ الاس الاس شو يساوي لنا؟ اي زائد بي، فاذا الاي اس ناقص بي، نقلناها للطرف الثاني حسبنا الاي، تمام عيني. خلص السؤال. السؤال الثاني، أيهما معدل فائدة أكبر، 3% يتركب شهريا أو 3.5 يتركب كل نصف سنة؟ تمام، هسه نجي نقارن، نحل هذا ونحل هذا ونشوف يا معدل فائدة أكبر. نجيب هذا السؤال، معدل الفائدة الأول، فهسه هنا العفو مثل ما تلاحظون أنه عندنا نوعين من الفائدة، دي يقول لك أيهما أفضل أو معدل فائدة أكبر. أول شيء نجي على أول واحد، إيش قد مقدار الفائدة الإسمية؟ 3%. نجي إيش قد تتركب شهرياً؟ إيش قد مقدارها شهرياً؟ والثانية إيش قد الفائدة؟ 3.5، وإيش قد تتركب كل نصف سنة؟ نجي على هذا القيمة،
انه الاي 3% والتي 12. اكيد السنه كم شهر؟ 12 شهر، لان احنا حنتعامل، لان كاتب كل نصف سنه، فاحنا لازم نتعامل على اساس السنه. اول شيء نجي على اول وحده، يتركب شهريا اس يساوي بي 1 زائد اي اس ان. هاي بصوره عامه، اذا فائده يعني اكبر شهريا كذا، يعني بهذه الامور نجي بهذا المنطق نطلع القيمه. بالمناسبه هنا اكو نقص بالسؤال، هناك قيمه نقص بالسؤال، يتركب كل شقد؟ كل ثلاثه اكبر، يتركب كل ثلاثه اشهر. نجي هنا اللي بعده، بعد ما نطلع قيمه التي افكتيف، هسه نجي لهنا طلعنا قيمه الاس بي 1 زائد اي اس ان. نجي البي شقد ناخذ قيمته اذا ما منطينا اياه؟ 1. 1 زائد اي، الاي هاي قيمته 3 و3 ونص. هسه نجي شلون نطلع قيمه الاي افكتيف؟ نطلع على هذا الاساس 3 على 12، حتى شقد يطلع لنا؟ يطلع لنا شهريا شقد يطلع؟ هسه هذا بالسنه هالقد، تمام عيني؟ هاي الفائده فائده سنويه، انا الفائده السنويه ما تفيدني، لازم احولها الى شهريا، لان هنا شنو هي القيم اللي منطين اياها؟ منطين اياها يتركب شهريا، فاذا شنو هي الفائده؟ الفائده شهريه، فما تفيدني هاي الفائده، هاي الفائده هاي اللي نطيها تسمى بالفائده الاسميه اللي تعطى لكل سنه، انا اريد كل شهر شقد، فشلون اطلعها لكل شهر؟ هاي لكل شهر على 12 شهر 0.25، فهنا راح تطبق 0.25، تمام عيني؟ فتحولها بالمية بعد ما يحتاج على 100 يطلع لك الرقم. بعد ما طلعت الاس، البي شقد ناخذه هنا اذا ما منطيني اياه؟ وسبق ونوهنا ناخذه 1، فالتي افكتيف اس ناقص 1 طلع قيمته. نجي على السؤال اور الخيار الثاني بكيفك، لا تحله يعني ماكو مشكله، امشي على الخيار الاول اسهل. او تريد شو يقول لك؟ يقول لك التي افكتيف هذا قانون، بما انه الفائده مركبه تتركب شهريا، ايش طبق؟ طبق هذا قانون الاس، شو يساوي للبي 1؟ 1 زائد اي على تي اس تي، تمام عيني؟ الاي على تي اس تي، هنا شو يسوي الاي على تي؟ نفسه نفس الاي على تي، نفسه هنا نحولها من اسميه سنويه الى افكتيف شهريه. ايش سوى للاي؟ قسمها على الزمن، هنا 3% 3 على 12، تمام عيني؟ حتى في ايش قد للسنه الواحده؟ 12، طلع قيمته. هنا ايش سوينا؟ مجرد حولناها بالبدايه الى شهريا واستخدمنا هذا القانون، فانت هاي الطريقه وهاي الطريقه ما تاثر. نجي على الثانيه، ايش قد الفائده؟ 3.5، تتركب ايش قد؟ انتبه، كل نصف سنة تتركب، كل شقد كل نصف سنة، فشلون تحولها تي؟ وكأنه تي هنا تي راح يساوي لك 12 شهر، هنا تي كم نصف سنة يعني شقد؟ وكأنه 6 أشهر على 12 وكأنه 2، فهنا ايش راح تجي تسوي؟ تطبق هذا القانون مباشرة، التي يساوي لنا الآي على تي، التي شقد؟ نصف سنة، نصف سنة يعني شقد؟ كل 6 أشهر، وهنا 12 فيصير على 2. تمام عيني؟ وتطبق القانون مباشرة، هنا تطلع لك قيمة تي افكتيف وهنا قيمة تي افكتيف وتقارن بيناتهم، تشوف من الأكبر تخلي إشارة أكبر. سؤال جدا بسيط. نجي السؤال اللي بعده، أودع رجل في حسابه مبلغ من المال بفائدة تتركب يوميا. تمام عيني؟ مقدارها هنا، عفوا هذا الطلاب الرقم ما بين، مقداره 8% يوميا، ما هو مقدار الفائده المؤثره؟ هذا هو اصلا من البدايه قال لك الفائده المؤثره، مبلغ من المال بفائده تتركب يوميا، انتبه يوميا تتركب، احنا شغلنا شنو؟ لازم سنويا. الفائده ايش قد مقدارها؟ مقدارها ايش قد؟ مقدارها 8%، اذا ال 8% حتى حولها بما انه يوميا، فما تعامل بعد على 12 شهر، تعامل بالايام، السنه كم يوم؟ التي الكلي 365 يوم تاخذها وكانه سنه، يعني هي ثابته بدون ما نعرف سنه كبيره، سنه بسيطه 366 365، الجنرال ثابت 365، ف 8% على 365 انها 365، اطلع للتي افكتيف، تمام عيني؟ بس يعني موضوع بحله بخطوه واحده. أودع رجل مبلغ من المال ودائع مالية مقدارها شقد كل سنة؟ كل سنة 500 دولار كل سنة، ولمدة شقد؟ 7 سنوات. ما هو المبلغ المتراكم في رصيده بعد آخر وديعة إذا كان معدل الفائدة 8%؟ عفوا 8 يتركب، انتبه، كل شقد؟ كل ربع سنة، تمام عيني؟ يعني كل 3 أشهر وكأنه كل ربع سنة. هنا أيضا تطبيق مباشر للقانون اللي هو التي افكتيف، تحسب قيمته مباشرة منها، تطلع القيمة الأولية اللي هي تي افكتيف يساوي لك 1 زائد 0.08 على ربع سنة، فيصير تقسيمها على 4،
لان الثلاث اشهر شلون تقسم؟ تقول 3 على 12 ايش قد يطلع لك؟ يطلع لك 4، 3 على 12 وكأن هي من اصل هاي ايش قد قيمته؟ يطلع لك 4، تمام عيني؟ على هنا أنا ايضا نفس الشيء، التي نفسه ناخذه ناقص 1. الدور تحسب الاس، القانون يربط لك الاس مع الاي، لانها شنو عندك ايش قال لك كل سنه ايش قد؟ 500 منتظم، فهذا قانون المنتظم اللي هو الدفعات المنتظمه 500 كل سنه، مو الجراجوالي، لا ال 500 المنتظمه. نجي في لكل 7 سنوات راح تتحولها الى سنوات، بما انه احنا جاي نحسب هنا لكل نصف سنه، لكل ربع سنه القيمه 2، فراح يصير على 14، لان راح تتضاعف القيمه لاشهر السنوات ايش قد؟ ما ناخذ 6 اشهر ولا ربع سنه، راح ناخذ سنوات. طلاب بس اهم شيء بهذا الموضوع تفهمون موضوع التي، هو هذا كل ما بي التي هنا ترجع له، هذا التي عدد فترات الفائده، هذا يعني اهم موضوع لانه هو يتكرر هنا وهنا. قيمه التي هي هاي اقل اهم، يعني مثل ما نقول انه الافكتيف مال السؤال بها فقط قيمه التي. وكذلك السؤال اللي بعده هسه هذا يتركب شهريا، اراد رجل شراء ماكنه سعرها ايش قد المبلغ الاولي؟ هذا المبلغ البي، وتم الان على تغطيه هذا المبلغ عن طريق دفع سلسله موحده متساويه من المال كل 3 اشهر، انتبه كل 3 اشهر. اذا شنو هي الفائده؟ فائده مؤثره ولمده ايش قد؟ 10 سنوات. اوجد قيمه هذه الدفعات اذا كان معدل الفائده ايش قد مقداره؟ 5% يتركب شهريا، تمام عيني؟ ال 5% يتركب شهريا للسنه الواحده ايش قد اسوي له؟ اقسمه على 12. التي افكتيف مباشره اقسمه على 12 هنا، وهنا ايش قد راح يصير؟ راح يتركب شهريا، تاخذ قيمته بما هي 12 على ايش قد؟ لكل 3 اشهر. فش تسوي؟ شلون الطلعه هذا؟ 3 اشهر يعني ايش قد من السنه؟ ربعها، فيصير 12 على 4، طلع القيمه هاي التي افكتيف بهذه السهوله. وبعد ما طلعت التي افكتيف تقدر تطلع القيمه، اكو قانون يربط لك الار الدفعات المنتظمه، واذا كان عندك قيمه البي، هسه البي عندك والار انت تريد تطلعها والاي عندك، مباشره تطبق هذا القانون بسهوله، تمام عيني؟ فما اتوقع بي يعني اي شيء جديد. هنا رجل اودع ايش قد؟ 1000 دولار، تمام عيني؟ الى الان دولار، الآن هو مبلغ 3000 دولار، بعد 4 سنوات ودع بالبداية 1000 دولار، وبعد 4 سنوات ايش قد ودع؟ 3000 دولار، ومبلغ 1500 بعد ايش قد؟ 6 سنوات، يعني وكأنه ألف 3000 1500، معدل فائدة ايش قد مقداره؟ 6%، تركب كل 6 أشهر، 6 أشهر شلون تحوله؟ وكأنه تقسم هاي الستة على اليمن، قسمها على ايش قد؟ على 2، لان انت راح تاخذ نصف سنه، فكم يصبح المبلغ في رصيده بعد 10 سنوات؟ اول شيء الفائده عندك، تحسب الاي افكتيف بعد ما تحولها، ما تقدر تعتمد على هاي اسميه، تحولها الى مؤثره، بعدين تربط هذا القانون، ترسم الكاش فلو، عندك اول واحد ايش قد؟ 1000، ومبلغ هذا 3000، بعدين ايش قد راح يصير؟ 1500، فراح يصير وكانه كاش فلو بس عكسي، نفس المحاضره السابقه اللي اخذناها، ونحل السؤال بسهوله جدا. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار بخصوص هذه المحاضرة تقدرون تراسلوني إن شاء الله، ونلتقي على المحاضرة القادمة. دمتم بأمان الله وحفظه.